إسرائيل وجهت ضربة عنيفة ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران ليلة يوم أمس في الداخل السوري. التفاصيل كانت قد نشرت من عدد من المصادر المهمة، من ضمن هذه المصادر هي وكالة سانا السورية، وكالة رويترز، بالإضافة إلى تايمز أوف إسرائيل، وأيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت هنالك لقطات مصورة غير واضحة للحظات الأولى للاستهدافات الإسرائيلية. سنلاحظ أن هنالك بعض الانفجارات التي تأتي هنا كما نلاحظ هي غير واضحة نهائيا، ولكن ما هو واضح من هذه الانفجارات هي هذه الصورة على سبيل المثال التي يظهر فيها الدخان وهو يتصاعد من هذه المنطقة، وهي منطقة السيدة زينب. وكما نلاحظ هنا نحن أمام ضريح السيدة زينب، وواضح جدا بأن هذه مأذنة بهذا الاتجاه إلى الشمال. هنالك مئذنتين طبعا في هذا الضريح، وعلى هذا الأساس المئذنتين إلى الشمال كما نلاحظ مع نظرة مستقيمة باتجاه هذا الانفجار، وواضح أن مسافة هذا الانفجار تبدو وكأنها على بعد 500 متر أو أكثر من 500 متر بقليل كي نصل إلى هذه المنطقة. وبالتدقيق بشكل أكبر سنلاحظ بأننا أمام عدد من اللقطات التي صورت صباح هذا اليوم بعد الضربة الإسرائيلية التي جاءت ليلة يوم أمس، وتلاحظ أن هنالك دمارا كبيرا للغاية طال هذه المنطقة، وحتى عصف بسبب هذه الضربة الكبيرة، العصف الذي أدى كما هو واضح بالتأثير على المباني المحيطة بالموقع والسيارات والعجلات والآليات. وهذه الصورة هي التي أوضحت تماما أين ضربت وأين جاءت هذه الضربة. نلاحظ بأننا أولا أمام خزان للماء كما هو واضح، ومبنى في الخلف ليس واضحا ولكنه يأتي بهذا الاتجاه. نلاحظ بأننا أمام مبنى آخر هنا بمسافة، مبنى آخر يشبه هذا المبنى بالتصميم، وكذلك هذا مبنى كبير بهذا الشكل. وعلى هذا الأساس واضح بأن هنالك ساحة فارغة وسط هذه المباني التي نتحدث عنها، وكذلك نحن أمام ساحة كبيرة على ما يبدو مع مبنى كبير هو الذي ضرب في هذه المنطقة. وإذا ما بحثنا عن هذه العلامات مع الأخذ بعين الاعتبار الصورة التي ظهرت فيها وظهر فيها ضريح السيدة زينب، ودعونا نقترب الآن من العاصمة السورية دمشق، وهذه هي منطقة السيدة زينب، ونقترب من ضريح السيدة زينب، وها نحن نقترب كما نلاحظ هنا، ونلاحظ بأننا أمام مئذنتين كما هو واضح. وعلى هذا الأساس نلتف إلى اليمين، نأخذ صورة مقاربة للصورة التي نتحدث عنها، نحاول أن نأخذ صورة أوضح من القمر الصناعي كي نتأكد من طبيعة هذه المواقع. ونلاحظ هذه المئذنة التي كانت ظاهرة أمامنا، والصورة طبعا واضح بأنها كانت تصور والتقطت كل هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس تقريبا المنطقة التي كان يتصاعد منها الدخان، دخان الانفجار، تقريبا يأتي بهذه المسافة. وفي حقيقة الأمر هذا الموقع هو يأتي على بعد ما يقارب 750 مترا من ضريح السيدة زينب بهذا الاتجاه، وهو يأتي بهذه النقطة، وهو بالضبط النقطة التي كانت ظاهرة أمامنا من الصورة الأولى. والصورة الأخيرة طبعا التي قمنا بتحليلها تثبت تماما بأن هذا هو الموقع الذي كان هدفا من هذه الضربة، خاصة إذا ما اقتربنا من هذه العلامات سترى تماما بأننا أمام نفس العلامات، وليس هنالك أي اختلاف لما تحدثنا عنه من خزان الماء، من المباني التي كانت ظاهرة هنا مسافة طبعا، وهذا هو تقريبا نفس المبنى بنفس التصميم كما تحدثنا. وواضح جدا بأننا أمام ساحة واضحة مفتوحة هنا كملاعب، ملعب لكرة السلة وغيرها، وواضح جدا بأننا أمام نفس المنطقة هنا، كل شيء يتطابق مع هذا، وبالتالي واضح جدا بأن هذه الساحة وهذا المبنى الكبير الذي نراه أمامنا هو الذي كان هدفا لإسرائيل، وهو الذي دمرته إسرائيل بالتمام والكمال ليلة يوم أمس. وهذا المبنى اتضح بحسب المصادر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان والمصادر الأخرى، بأنه مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني، وهذه المؤسسة من المفترض أن تقوم بأعمال إنشائية أو خدمية، ولكن الشكوك وضعت من قبل هذه المصادر بأن هذه المؤسسة ممكن أن تكون متورطة في بناء مقرات للفصائل المسلحة المقربة من إيران، أو حتى بناء أنفاق لحزب الله اللبناني. وبالتالي هذه مسألة ليست بالعادية أبدا، وإلا لما وما هو سبب استهداف إسرائيل لهذا المبنى؟ وبالتالي هنالك شكوك كبيرة حول المعلومات التي تحصلت عليها إسرائيل لتقوم بهذه الضربة. الضربة بشكل عام الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق فوق الجولان ومرتفعات الجولان، ونفذت هذا الهجوم نفذته تجاه المبنى الذي تحدثنا عنه لمؤسسة جهاد البناء، وكذلك
تجاه منظومة الرادارية وموقع الراداري في السويداء تحديدا في تل الصحن. وهنا إسرائيل ضربت هذه المنظومة الرادارية تحديدا، وذلك لسبب مهم للغاية، لأن إسرائيل تريد أن تبقي الطريق مفتوحا بالنسبة لها عندما تقوم بالتسلل من هذه المنطقة باتجاه منطقة 55 كيلو، نتحدث عن قاعدة التنف، كي تصل إلى الحدود العراقية السورية وتستهدف أي شحنات للأسلحة قادمة من العراق إلى سوريا. وكذلك مثل هذه الضربة لهذه الرادارات هي تساعد في عملية تسلل الطائرات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة المفتوحة باتجاه تدمر، والأهم باتجاه حلب، كما فعلت مؤخرا في الأسابيع القليلة الماضية وضربت حلب، وأدت هذه الضربة إلى مقتل أحد المستشارين في الحرس الثوري الإيراني. بالتالي هنالك غرض استراتيجي كبير عندما يقوم دائما بشكل مستمر باستهداف المنظومات الرادارية الموجودة في السويداء. والمنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري حاولت فعلا من التصدي لهذه الضربات، إن كانت باتجاه تل الصحن أو إن كانت باتجاه دمشق، ولكنها لم تنجح أبدا، لأن الطائرات الإسرائيلية كانت أسرع وحققت الضربة بسرعة وشاغلت على ما يبدو المنظومات في الهجوم على السويداء، ولكنها في حقيقة الأمر كانت تبحث عن ضرب هذا المبنى وهذه المؤسسة. دمرت هذه المؤسسة بالتمام والكمال كما تحدثنا. الخسائر كانت هي أن هنالك قتيلين. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أحدهم لا يحمل الجنسية السورية وهو من الفصائل المقربة من إيران، أما الشخص الثاني هو يحمل الجنسية السورية ولكنه ليس سوري. وأشار المرصد السوري بأنه عراقي في الأصل كما تحدث هذا المصدر، بالإضافة إلى أن هذه الضربة أدت إلى جرح 11 شخصا، بينهم طبعا من المدنيين، لا بل كانت هنالك أيضا خسائر من المدنيين، وكانت هنالك امرأة مسنة قتلت وهي من مدينة حلب، كانت موجودة بالقرب من الموقع وقتلت جراء هذه الضربة الإسرائيلية. الموقع كما تحدثنا هو تابع لحزب الله اللبناني. وما هو مثير بهذه المسألة أن الضربات الإسرائيلية مستمرة ومتصاعدة في الداخل السوري في ظل أنها تعد لساعة الصفر للتقدم ضد حزب الله اللبناني، وهذا فيه أكثر من إشارة واضح جدا بأن الجانب الإسرائيلي يعد للعديد من المسائل. هو لا يريد لهذه الجبهة السورية أن تفتح مرة واحدة ضد إسرائيل، عندما تبدأ إسرائيل بالتقدم إلى لبنان تحاول إبقاء هذه الجبهة ضعيفة للغاية. كذلك أن إسرائيل واضح أنها تضرب البنى التحتية، ضرب مؤسسة جهاد البناء على سبيل المثال وغيرها من المواقع الرئيسية لحزب الله والفصائل المقربة من إيران في سوريا، يوضح أنها تريد ضرب البنى التحتية الخاصة بهذه الفصائل أيضا، وليس فقط استهداف قيادات وغيرها في هذه المنطقة. في إشارة واضحة، ويبدو أن إسرائيل تفهم تماما أن حزب الله اللبناني إذا ما بدأ بالتراجع وتعرض إلى الخسائر بعد التقدم الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، فإن حزب الله من الممكن شيئا فشيئا أن ينتقل للبنى التحتية التي يمتلكها في الداخل السوري ويقوي هذه الجبهة حتى يعود مرة أخرى لإعادة تنظيم نفسه بعد ما تخطط له إسرائيل وما هو قادم من الجانب الإسرائيلي. بالتالي إسرائيل هنا تعمل على جبهتين واضح، وهي لا تعمل على جبهة واحدة. ما هو مثير بهذه الضربة التي جاءت تجاه مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني؟ هي أنها جاءت بعد 1:40 فقط من ضربة كبيرة جاءت تجاه النبطية في لبنان، وهذه كانت الضربة جزء من 10 ضربات إسرائيلية جاءت على الجنوب اللبناني. وضربة النبطية كانت واضحة باتجاه إحدى المباني، وهي من المباني التي تأتي على مستوى طابقين. لاحظ المبنى كيف أنه دمر، وحتى الجنوب اللبناني في وضع صعب للغاية، لا بل إن السفارات والدول بدأت فعلا تتزايد في مطالباتها لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان أو مغادرة لبنان فورا بسبب خطورة الوضع. وصدق أو لا تصدق، روسيا انضمت لهذه الدول وطلبت من رعاياها مغادرة وعدم السفر إلى لبنان، كذلك ألمانيا وهولندا صباح هذا اليوم، وكندا بشكل رسمي أيضا دخلت على هذا الخط وطلبت من رعاياها مغادرة لبنان على الفور وعدم السفر إلى لبنان. وبالتالي هذه الدول كلها انضمت
انضمت إلى مقدونيا الشمالية والكويت، التي طالبت تقريبا قبل أسبوع أو أسبوع والنصف من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، لا بل إن حتى السفارة الأمريكية في بيروت طالبت أيضا من رعاياها عدم السفر إلى لبنان بسبب خطورة الوضع الموجود باتجاه لبنان. وفي نفس الوقت أوسن ديفندر وعدد من المصادر الأخرى نشروا لقطات مصورة للتحشيدات للمدرعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل وهي تستعد لعملية التقدم إلى جنوب لبنان. ونور أبو حسن أحد المصادر في الجولان نشر هذه الصورة، نشر قبلها بيوم هذه اللقطات المصورة للدبابات الإسرائيلية التي تتحشد باتجاه الجليل الأعلى كما يبدو. وكذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم نشرت لقطات مصورة لقوات جولاني اللواء 12 كما تلاحظون، وكذلك لواء المظليين ألا وهو اللواء أو القوات اللواء 55 من لواء المظليين الاحتياطي، وهو يقوم بمناورات واضحة تحاكي عملية التقدم ومهاجمة حزب الله اللبناني، وبحضور من؟ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ظهر في هذه اللقطة والتقطت له الصورة هو وقائد القوات الشمالية الإسرائيلية، مما يوضح بأننا أمام ظروف كبيرة وخطيرة قادمة ممكن أن تكون بأي لحظة باتجاه جنوب لبنان. لا بل إن إسرائيل بدأت تنظر إلى أبعد من ذلك، هي تنظر أيضا إلى أبعد من لبنان وإلى أبعد من سوريا، هي بدأت تنظر إلى ما ممكن أن تقوم به إيران في ظل كل هذه الظروف الكبيرة، إلى درجة إلى أنها أطلقت صاروخا قبل أيام قليلة من وسط إسرائيل بهذا الشكل باتجاه البحر المتوسط، ولم تكن هنالك كثير من التفاصيل من الجانب الإسرائيلي حول تجريب هذا الصاروخ، هو اختبار لهذا الصاروخ. لكن موقع ريبار الروسي نشر في 24 ساعة الماضية أوضح بأن هذا الصاروخ في حقيقة الأمر انطلق من وسط إسرائيل وحلق على مسافة 1800 كيلومتر ليسقط بهذه النقطة تحديدا في البحر المتوسط. بهذا التوقيت أن تقوم إسرائيل بهذه التجربة، وجد موقع ريبار الروسي بأن فيها رسالة كبيرة لمن؟ للجانب الإيراني. لاحظ المسافة الكبيرة التي قطعها هذا الصاروخ تقريبا كما حدد موقع ريبار إلى هذه المنطقة كما نتحدث 1800 كيلومتر. واضح جدا أن إسرائيل تعد وترسل رسالة لإيران بأنها قادرة على إطلاق صواريخ أرض أرض باتجاه العمق الإيراني لتغطي مواقع والمفاعلات، مفاعل نتنز النووي أو مفاعل فوردو، هي قادرة بالقيام بمثل هذه العمليات، وهي ليست بحاجة فقط إلى أطلاق الطائرات مثلا الشبح أو غيرها F-35 ومساعدة الولايات المتحدة لتنفذ هذه العملية، بل هي قادرة على إطلاق مثل هذه الصواريخ. وكذلك بنيامين نتنياهو أيضا بحسب موقع أكسيوس الأمريكي كان قد كشف بأن بنيامين نتنياهو قام بإعادة تشكيل مجاميع إسرائيلية تعمل باتجاه أو تعمل ضد المفاعل النووي الإيراني، لأن هنالك اعتقاد كبير بأن إيران تتقدم على المستوى النووي وستحاول استغلال انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالمناظرات بين بايدن ودونالد ترامب والانتخابات الأمريكية والحرب القادمة باتجاه حزب الله اللبناني وما يقوم به الحوثي، وتقفز فجأة إلى القنبلة النووية. وهذا التحضير الإسرائيلي وتشكيل هذه المجاميع الإسرائيلية لمراقبة المفاعل النووي الإيراني أيضا تحدثت عنه الفوكس نيوز الأمريكية، التي أكدت بأن هنالك نوع من التقدم والعمل الإيراني تحت مظلة إحدى الجامعات الإيرانية الموجودة في طهران، وهي جامعة آزاد بطهران في كلية تكنولوجيا العلوم والبحوث. هنا بهذه النقطة التي تعتبر مدنية وللبحوث هنالك بعض التقدم النووي والعمل النووي السري من قبل الجانب الإيراني، هو الذي أشارت له الفوكس نيوز، وهو الذي دفع إسرائيل أن تركز بشكل كبير على ما ممكن أن يتطور على المستوى النووي. بالتالي الظروف عالية تتصاعد بشكل هائل على المستوى السوري، على المستوى اللبناني، وعلى مستوى حتى ما ممكن أن يكون قادما باتجاه إيران.